ليعلم الله سبحانه وتعالى من هم الصالحين ومن هم المفسدون، ليعلم الله سبحانه وتعالى من ثبت، وليعلم الله تعالى من نكص على عقبيه. يقول تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ماذا كان يقول لهم عليه الصلاة والسلام؟ هل كان يعلمهم شيئا من أمور الدنيا؟ لا أبدا. صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. صبرا أهل الشام، فإن موعدكم الجنة إن صبرتم وصدقتم وأخلصتم لله سبحانه وتعالى. هذه الشدة التي ناقها من المسلم على أخيه المسلم هي التي نلتى من قبلها. نعم إنهم ينكرون ولكننا مقصرون، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ماذا كانت النتيجة لما أقروا واعترفوا بذنبهم وبتقصيرهم؟ فأثابهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. يا الله، من للمنكوبين سواك يا الله، من للمعتقلين والمنسورين سواك يا الله. اللهم تفرج عنا وعن جميع المسلمين فرجا عاجلا قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. الله